نعم، مين حضرتك؟ أنا جاد الحق. أحب الحق وأموت في الحق يا سجاد الحق. أي خدمة؟ لا أبداً، بس كنت عاوز أقابل مرسي. آه، مرسي مين؟ اتفضل اتفضل، بس خد لك جنب. الله، شايفين يا جماعة الطيب الجميل ده؟ أهلا أهلا أهلا. ترقص معايا ولا ترقص لوحدي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام، اتفضل. ايه ده يا مرسي؟ ده اصله حفله، واحد صاحبي عيد ميلاده وبنعيص له. ويا ترى مراتك انهي واحده فيهم؟ اتفضل يابا. طب استريح. اتفضل. بسألك مراتك انهي واحده فيهم؟ مين ده يا مرسي؟ أنا والد الأستاذ. أهلا أنك، أنا المدام. أنا مواكرم. الله، عيون اللي والده. أنا كان عندي سفرجي يشبه له بالظبط، بس على الله طردته عشان كان بيسرق اللحمة. راح فين يابا؟ أنت مين؟ أنا ابنك مرسي يابا. مرسي؟ مرسي مات من زمان، مات من يوم ما ساب بيتي. يابا ما تلمسنيش، أنا طاهر. لعنة الله عليك ليوم الدين، لعنة الله عليك ليوم الدين. إيه ده يا مرسي بيه؟ ده ابوك ده باين عليه دقة قديمة قوي. هو موديل سنة كام؟ اللي حصل ده مهزلة. أنا عمري ما اتحطيت في موقف سخيف زي ده. ما سألتش نفسك موقفي إيه قدام ضيوفي وأنت بتتهان من راجل بالشكل ده؟ ده أبويا. بس كان لازم برضه يراعي كرامتك. يا ستي، ما إحنا اتنازلنا على كرامة من زمان. إشمعنى دلوقتي؟ يا ريتك يا بابا تدعي لي بدل ما تهدى عليا. ولدي ولدي ولدي
يقطع الجواز وسنينه، ما كنا عايشين براحتنا وفي الهنا كله. سلامته ناوي يرقد هنا على طول؟ ده بقى له رايد 4 ايام. مش شغلك. انا عارف انه مش شغلي، ما قلتش حاجه، بس قطع الرزق وحش. الطريقة اللي فلسع بيها دي بتقول انه لا يمكن هيرجع تاني. اسمعيني انا يا اختي. قتلت ابوك يا مرسي، الله يسامحك، الله يسامحك، الله يسامحك. Thank you.